بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله ولا صاحب من ولا. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سنة أولى كمبيوتر إعداد وتقديم. محدثكم إبراهيم عبد الحميد. رقم الموبايل الجديد 0017-522-7096، والإيميل firstyear_1988@yahoo.com. هداء إلى جدتي رحمه الله، لكل الذين أحبوني وكل الذين أحببتهم، يحشر المرء مع من أحب. طبعا استكمال باقي الحلقات ممكن تدخل على مدونة السلسلة www.sanaula2010.blogspot.com. طبعا لو في أي سؤال أو استفسار ممكن تتصل أو ترسل إيميل على الإيميل أو رقم التليفون اللي قدام حضرتك. كذلك لو مش عاوز تحفظ اسم مدونة السلسلة، ممكن تدخل من على جوجل بانك تكتب على في السيرش بوكس بتاع جوجل مدونة سنة أولى كمبيوتر، ان شاء الله تطلع لك اول نتيجة. الحقيقة النهاردة الحلقة 63. النهاردة الخميس 25 فبراير 2010، 11 ربيع الاول 1431. انا امبارح كنت سجلت حلقة تعلم الاكسل في ساعة ونص، ففي الحقيقة كان في شوية حاجات ما كانتش واضحة قوي في الاكسل امبارح في الحلقة بتاعت تعلم الاكسل في ساعة ونص، وانا شايف ان التركيز عليها واجب يعني. فعشان كده عملت الحلقة دي باسم نظرات اعمق الى الاكسل 2003، يعني محاولة اكتر لان احنا نتعمق فيه. وجهزت شوية قوائم وشوية حاجات، وقلت بقى يعني ان احنا مش هنحتاج نعيد اللي قلناه في تعلم الاكسل في ساعة ونص. قلنا كل الاساسيات في تعلم الاكسل في ساعة ونص. النهاردة هنخش في شوية حاجات فرعية شوية بس مهمة جدا، يعني حبة حاجات ممكن نقول عليها متقدمة الى حد ما. نبدأ مع بعض نبص على الاكسل. طبعا عارفين الاكسل من الحلقات السابقة، مش الحلقة بتاعت امبارح بس، مش الحلقة يعني بتاعت تعلم الاكسل في ساعة ونص فقط، لا في حلقات تانية كتير استعرضنا فيها الاكسل كويس. لو بصينا نلاقي قدامنا حبة بيانات انا مليتهم، بيانات عشوائية، اسامي اشخاص، وبعدين المجالات اللي هما بيشتغلوا فيها، وبعدين درجة او يعني رقم. هنفترض مجازا ان احنا جبنا عينة عشوائية من 30 شخص، 30 شخص دول بيعملوا في مهن مختلفة، وعملنا لكل واحد امتحان في مهنته، وكل واحد جاب درجة معينة في الحاجة اللي هو بيشتغل فيها او في الحاجة اللي هو بيدرسها كويس. وعلى ضوء ده هنعمل شوية حاجات كتير، من ضمنها ان احنا هنعمل الموضوع اللي قدامنا ده في شكل اشبه ما يكون بالداتابيز. ازاي دلوقتي؟ يعني ايه داتابيز؟ داتابيز يعني قاعدة بيانات، يعني شوية بيانات عن شوية أشخاص مثلا، أو شوية بيانات عن شوية شركات، أو شوية بيانات عن شوية مصانع، أو شوية بيانات عن شوية أي حاجة، يعني حبة معلومات عن حبة أي حاجة. فأنا دلوقتي عندي حبة معلومات عن 30 شخص، اللي هما 30 شخص اللي قدامي دول كويس. عندي معلومة إيه عنهم؟ هو الراجل ده درجته كام في مهنته، وهي إيه مهنته أصلا؟ بين عندي معلومتين، عندي أو عندي 3 معلومات على وجه التحديد: اسمه، مهنته او مجال عمله، والدرجه اللي هو جايبها فيه. ماشي. فالفكره دي هي الفكره الاساسيه للداتابيز. داتابيز اساسا مش شغله برنامج اكسل، بس اكسل اللي بيعمل لك ما يشبه بالداتابيز. زي ما انا قلت، الفلتر بيساعدك على انك تعمل حاجه شبه الداتابيز، يعني بيسهل عليك الموضوع. هنشوف بقى الموضوع ده ازاي. دلوقتي انا في الشيت واحد، والشيت واحد ده مش عاجبني، يعني انا عايز اسيب الحاجات دي زي ما هي هنا، واقوم ايه واخد الدنيا دي كلها معلم عليها من الاول للاخر كوبي، ورايح على شيت اتنين. شيت اتنين هو اللي عامل فيه الشغل. طبعا لقيته انجليزي احوله عربي، مش عايز اكتب، انا عايز اخلي يعني اسيب مسافه هنا ومسافه هنا، مسافه هنا اكتب فيها العنوان، ومسافه هنا اكتب فيها التسلسل. هاجي مثلا هنا واقوم كاتب ايه كوبي، هاجي مثلا اقوم كاتب ايه بيست، هلاقي الكلام مش على قد الخانة او مكبر خانة.
كويس، اكتب فوق مثلا اسم الشخص، كويس جدا. هنكتب جنبيه المسلسل، كويس اوي. هنيجي نكتب ايه، 1 2 2، هو معلم على على 1 2 كده. الاكسل فهم ايه، فهم ان انا عايز اعد ارقام، او 1 2 3 مثلا كده. الاكسل فهم ان انا عايز اعد ارقام، يعني عايز اقول 1 2 3 4 5 واعد كده. فبعلم على كده، وبعدين بستنى لما علامة الموجب ديت البيضة تتحول لسودة، وتنيني نازل، كويس تمام جدا تمام. بعد كده مجال العمل ودرجة الامتحان، وسع على نفسي الدنيا شوية. مجال العمل بيست، درجة الامتحان طبعا. في حاجة اسمها كليب بورد، الكليب بورد ديت هي المكان اللي البرنامج بيخزن فيه الحاجات اللي انت بتاخدها كوبي. اللي هي كانت ظهرتني من شوية الكليب بورد ديت، بس سيبني منها خالص. كويس، يبقى انا دلوقتي عندي بقى عندي شكل محترم. طيب دلوقتي انا عايز اعمل ايه، عايز اقوم جاي فوقيهم كده اهو، اقوم كاتب او معامل مثلا كده، واقوم عامل ايه، كاتب كشف بأسماء الأشخاص الذين خضعوا للاختبار، على أساس إن في ناس ثانية لسه إيه، لسه ما تمش اختباره. طبعا هلاقي الخط صغير، فهكبر الخط هنا مثلا، كبير قوي، خلي بولد مثلا، كويس. واحد يقول لي طب الخط تحت ما هو صغير برضو، اقول له ماله، نعلم على ده كله. لو كنا عايزين نعمل عليه كله نفس التغييرات ونقوله بولد، الدنيا كلها بولد، وبقى ده مثلا 16، هنلاقي برضو الموضوع مش مريح بالنسبة لنا. هقول انا اريح دماغي خالص واعلم على كل الخلايا ديت، ممكن اعلم على كل الخلايا واجري عليها تغيير معين، وممكن اشتغل على المكان اللي انا شغال فيه وخلاص. ونيجي من هنا، وزي ما شفنا قبل كده من قائمة فورمات، اقول له انا عايز الهايت بتاع الرو بدل ما هو 20 مش مقطيني، انا عايزه 25 كده. جبنا الارتفاع، واحد يقول لي ده احنا هدفنا الاساسي الويتس اللي هو العرض، اقول له برضو خليهولي مثلا 30، كويس. فلاقي الدنيا وسعت قوي قدام، اغير الكلام ده، خلي الدنيا هادية، اغير اللون ده برضو مثلا كده، اعمل لون تاني فوق، كويس أوي تمام. الدنيا كلها بقى خلي الكتابة في السنتر، كويس أوي تمام ماشي. أظن دلوقتي بقى عندي قائمة كويسة أوي. لو بصينا هنلاقي عندنا حاجة حلوة جدا، أفك البتاع ده أهو، واجي هنا اهو، وهنا امسح التنسيق ده اهو، انا عايز اظبط كل حاجه. فكده انا مسحت التنسيق، واقوم جاي عامل الموضوع ده كله معلم عليه، واقوم عامل له ايه زي ما احنا كنا عاملين.
بحيث يعني ايه الحد ده يبقى ماشي مع الحد ده. كويس قوي. نيجي بقى نبص نلاقي ان احنا محتاجين ان احنا نرتب الاسماء دي. انا لما اكتبها حسب المسلسل ممكن انا الغي المسلسل ده خالص. اهو لغيت المسلسل. كويس. انا محتاج ارتب الاسامي، اعلم على الاسامي وادخل مثلا انت عندك اهو سورت اسيندنج وسورت ديسيندنج، يعني من الاي تو زد ومن الزد تو ايه. طيب اهي سورت اسيندنج، سورت ده ديسيندنج، انا عايز اسيندنج. قبل الاحمدات في الاول. كويس. احمدات وبعدين اسماء وبعدين ابراهيم وبعدين ريهام وبعدين مش عارف ايه. كويس. مثلا الترتيب ده عجبني، قام قايل له ايه 1 2 3 4 اي حاجه. كويس. كويس. الحكايه ديت بتفيدني في ايه؟ في اني ممكن ارتب تصاعدي وتنازلي للاشخاص وللدرجات. انا ممكن اخلي الدرجات الكبيره الاول والصغيره بعدين. كويس. اهو هلاقي الدرجات كده ايه تنازلي، انا عايزها تصاعدي، دي تصاعدي انا عايزها تنازلي ايه 95 95 93. كويس. لو بصينا بقى على الموضوع ده نلاقي ان احنا لخبطنا الداتا اللي انا كنت عاملها. عايزين نرجع في كلامنا، كنترول زد كنترول زد كنترول زد كمان كنترول زد، رجعنا خالص زي ما كنا عاملين. ليه انا عملت كده؟ لان الداتا ديت لحد دلوقتي مش مرتبطه ببعضها، يعني درجه احمد محمد عبد الرحمن مش مرتبطه ب 90، مش مرتبطه باحمد محمد عبد الرحمن ده. يعني انا لو نزلت احمد محمد عبد الرحمن وطلعت مكانه كريم، الجهاز مش هيقول لي حاجه. فالدرجات مش مرتبطه بالشكل ده، بمعنى ان البيانات ديت قبلا انك تلعب فيها، فده حاجه غلط قوي او خطر قوي. المهم فانا دلوقتي محتاج ان انا ارتب الدنيا دي، ومحتاج ان انا اعمل ما يسمى بالفلتره. ايه هي بقى الفلتره؟ فلتر يعني مرشح. يعني ايه مرشح؟ يعني منخل، يعني حاجه بتعدي لي شويه حاجات وما بتعديش الباقي. فالفكره في الحاجات التكنولوجيا في برامج كتير جدا بتلاقي فكره الفلتر دي، بيبقى الهدف منها ايه؟ ان انا عايز اظهر شويه حاجات واخفي شويه حاجات تانية. يعني عايز اظهر درجه واحد، درجة شخص، عايز اظهر مجموعة اشخاص بينتموا لمجال معين، عايز اظهر اي حاجة، تمام؟ وعايز اخفي الباقيين، يعني مش عايز احذفهم، انا عايز اخفيهم بس، ما اشوفهمش مؤقتا. فده ممكن يحصل ازاي؟ علمنا على المساحة اللي احنا عايزين نعملها فلتر. بعدين ضغطنا على قائمة الداتا وعملنا فلتر وقلنا له ايه؟ اوتو فلتر. دلوقتي هو عمل فلتر. نعرف منين هو عمل فلتر؟ من السهم ده. طيب ايه هتفيدني فيها الفلتره دلوقتي؟ انا عملت عينه عشوائيه. طب فرضنا ان انا عاوز اعرف كام واحد عندي في هندسه او كام واحد عندي في طب، اعمل الفلتر ده واقوم ضاغط كده اهو، الاقي حاسبات وطب وصيدله ومش عارف. انا عايز اعرف هندسه، اقوم ضاغط انا عندي كام واحد في هندسه، اعدهم 1 2 3 4 كذا. كويس. يبقى انا دلوقتي استفدت استفاده حقيقيه بالبرنامج، اني بقى عندي داتابيز. ليه؟ الفلتر اتاح لي يعني زي ما قلت لك اقرب ما شيء اقرب ما يكون للداتابيز. تاني حاجه بقى، طب فرضنا ان الموضوع ده مش عاجبني، اعمل له اول من هنا يظهر لي كل الحاجات. اول بتظهر كل الحاجات، انت هتلاقي عندك حاجات كتير، هتلاقي عندك لو انت عايز ترتبهم تصاعدي وتنازلي وقول واحسن 10 وتختار حاجه معينه كاستم ديت، يعني تعمل حاجه بمزاجك او تختار حسب الايه المجال. كويس تمام. طب هنا حسب الدرجات هتلاقي كل الدرجات، عايز تشوف انت مين اللي جاب 60، عندك 4 جابوا 60. مين اللي جاب 81؟ عندك واحد بس جاب 81. كويس. فنلاقي هنا بقى حاجة فظيعة جدا. واحد يقول لي بس الموضوع برضو لو قدامي بيانات كتير هيبقى مقرف، فيعني لو البيانات اكتر من كده ممكن يتيح لي امكانيات اكتر البرنامج؟ هقول اه ممكن يتيح لك امكانيات اكتر، بس ما دام ناوي تشتغل في الداتا بيز ممكن تشتغل على الاكسل وبعدين تصدر الداتا بتاعتك مثلا على الاكسس.
يعني الاكسل والاكسس البرامج والاوفيس ميزتها انها مربوطه ببعض، ممكن اجيب حاجه من الوورد للاكسل للاكسس او اديها زي ما انا عايز، تمام؟ واربط ما بينهم بالشكل اللي انا عاوزه، خلاص. بس انا بقول ان في الحاجات البيانات اللي هي مثلا 100 200 كده، الاكسل ممكن يكون كافي جدا ومش محتاج لانك تشتغل في الحاجات اكتر من زي ما احنا شفنا قدامنا بيانات وارقام وشويه حاجات كويسه جدا انك تعمل فيهم شويه الحاجات اللي احنا عملناها. ما احنا دلوقتي عرفنا حاجتين اساسيتين كنا قد اشرنا اليهم سريعا في الحلقه، وقلنا ان الحلقه بتاعت النهارده هتكون مبنيه على الحلقه بتاعت تعلم الاكسل في ساعه ونص، فاللي ما شافش الاكسل في ساعه ونص هتعلم الاكسل في ساعه ونص يروح يشوفها ويجي يكمل معانا الحلقه ديت عشان يستفيد استفاده متكامله. قلنا الحلقه ديت نظرات اعمق للحاجات اللي احنا كنا اشرنا اليها في الاكسل في ساعه ونص، بس المره دي هنتعمق فيها شويه بحبه امثله. واحد يجي يقول لي انا عندي ال 30 شخص دولت، ونفرض بقى ان هم مش اسامي الناس دي. طيب قبل ما نقول الحكايه دي هنقول حاجه تانية، عايز انا اشوف الاشخاص اللي درجتهم اقل من 50 وعلم عليهم بالاحمر على اساس ان هم راسبين، والاشخاص اللي اكتر من 50 علم عليهم بالاخضر. طبعا احنا عارفين ان اللون الاخضر بيدي ان هو ايه، باظت، ان هو عدى، بيدي انطباع ان الراجل ده عدى لانه جاب لون اخضر. في راجل تاني ما عداش، فاللي ما عداش اللون بتاعه بيبقى دايما بيبقى شهير ان اللون الاحمر بيعبر عن الفشل او الرسوب. فانا عايز اعمل الموضوع ده في حاجه اسمها كونديشنال فورماتنج، يعني بعمل تنسيق شرطي، يعني اقول له لوني الحته ديت بشرط معين، تمام؟ فانا هاجي على الحته دي كلها واقول له ايه، من قائمه فورمات كونديشنال فورماتنج، ايه الشرط بتاعي؟ لو الفاليو، لو الفاليو اكبر من جريتر ذان، جريتر ذان اور ايكوال، في جريتر ذان اور ايكوال، ايوه 50، الامتحان كان من 100، فبقول له لو القيمة اللي موجودة في الخانات اللي انا معلم عليها دي كلها اكبر من او تساوي 50 يبقى الراجل ده عدى، فاعمل لي الفورمات بتاعه اخضر. طب عايز اضيف شرط تاني، لو الفاليو اقل من الخمسين يبقى الراجل ده ما عداش، كويس؟ اضغط اوكي، في ثانية واحدة عرفت مين الساقط ومين الناجح، كويس جدا. فده بيتيح لي مجالات رهيبة جدا وبيساعدني في حاجات كتير جدا. واحد يقول لي طب ينفع احط فيه نص، بمعنى ان انا عايز اعرف الناس اللي في هندسة، هو معلم كده اهو، واقول له لو الفاليو دي ايكوال تو هندسة، اعملهم لي باللبن، فلاقيه علمني على الناس بتوع هندسة بقى مميزين عن بقية الناس ان هم متعلم عليهم باللبن. فممكن ادي لكل كلية لون، او لكل حاجة لون، ولكل درجة لون، تمام؟ فده بيتيح ان بيوريك مدى اهمية وسعة الاستخدام والاستفادة من البرنامج. نيجي في حاجة تانية بقى، نفرض ان انا عندي الاسامي اللي قدامي 30 اسم دولت هم اسامي طلبه في مدرسه، او اسامي بلاش طلبه في مدرسه كمان. احنا عملنا المثال بتاع الطلبه ده، قلنا زي اللي هو بتاع العربي والحساب والانجليزي والكلام ده، عملنا حاجه زي كده في اكسل، في قصدي في تعلم الاكسل في ساعه ونص. لو علمنا على الكلام ده كله وخدنا كوبي، ممكن ننقله من مكان للتاني. بس في واحد بقى بيقول لي في حاجه احسن من الكوبي، اللي هي ايه؟ ان انا ادخله جوه الاكسل اللي عندي، احفظه جوه الاكسل زي ما عملنا في اللي هو الجدول المحاسبه اليوميه اللي كنا بنعمله ده، اللي هو الجدول ما كانش حتى منسق ولا متظبط.
دلوقتي في حاجة اسمها ان انا اعمل له ليست، يعني اعتبر ان القايمة دي قايمة ثابتة عندي، انا كل شهر بحتاج اسامي الموظفين عشان اعمل كشف مرتبات. طيب وانا هقعد كل شهر اكتب اسامي ال100 او ال1000 موظف اللي عندي في الشركة، لو انا محاسب في الشركة ديت او لو انا راجل شغال في الشركة ديت؟ لا، انا هقول له علمني على الشوية دولت، وبعدين دخلهم لي جوه البرنامج، بحيث اول ما اكتب لك احمد تعرف ان انا عايز الليست. ازاي بقى؟ من تولز اوبشنز هاجي اجيب كاستوم ليست، بعدين اقول له امبورت، يعرف ان انا عايز احمد، واقول له ايه اوكي. كل اللي عليا بعد كده ان انا اخد احمد وكريم مثلا كوبي، يعني اكون حافظ اساميهم واكتبهم هنا. الدنيا هنا مش عجباني، الويتس 30، الهايت 25، كويس. اجي مثلا هنا واقوم عامل ايه، كنترول في للاتنين دول، خلاص. وبعدين اعلم على الاتنين واقول له ايه، انزل معايا يا عم الحاج. عملنا قائمة بالأسامي، بس خلي بالك إن هو بعد شوية يبدأ يكررهم، يعني أول ما هم الرجالة دول 30، أول ما 30 دول يخلصهم، واحد اتنين، كويس، أبدأ أعد 30، أخليه يعد لحد 30 أهو. لو واخد بالك، وعامل لي على الجنب كده رقم صغير أهو كده لحد 30. من اول هنا هو بدأ يعيدهم تاني، يعني هو بيعيد من غير ما يقول لك. يبقى دوت ال30 حد اللي انا شغال عليه، كويس برضو جدا. لو علمنا على البتاع ده بحيث ان احنا نعلم على كل حاجة، قلنا احنا عايزين كل الشيت يبقى له تنسيق واحد، تنسيق موحد، موضوع كده بقى ايه بقى اسهل. هنا اكتب كلمة المسلسل، الاقي التنسيق بتاعها متظبط لوحدها. اسم الموظف، هنعمل برضو النهاردة او هنا كشف مرتبات، بس حقيقة كشف مرتبات المرة دي زي ما احنا شفنا عملنا، ما كتبناش الاسامي لان احنا حطيناها في ليست. هل بعد كده بقى لو قفلت البرنامج وقيته تاني هلاقيهم موجودين؟ اه. طب وايه دليلك؟ او من قائمة تولز اوبشنز هلاقيهم تحتهم، احمد محمد ومش عارف ايه وبتاع، كل الحاجات دي اتضافت للبرنامج، بقت جزء من البرنامج دلوقتي. طيب امتى تروح مني الحاجات دي؟ لو انت فكيت تسطيب البرنامج ورجعته تاني وسطبته تاني هتلاقيها راحت، انما طول ما انت مسطب البرنامج وشغال عليه مفيش مشكله خالص، الحاجات دي موجوده عندك. يبقى كمان خدنا ايه، امبورت ليست. عايزين بقى نعمل كشف مرتبات، بس بعد ما عملنا كشف مرتبات قلنا اساسي، حوافز مثلا، و اضافي، وخصومات. اساس المرتب ده قلنا ان الشركات هتديه على اساس الدرجه اللي الرجاله دول جابوها في الامتحان، مجازا، كويس. واحد هيقول لي طب ما كده الاساسي هيبقى شويه تمن البتاع، لان الرقم مش مناسب، كويس. ايه الحل بقى؟ او معلم على الخليه ديت، استنى كده هنجرب حاجة مع بعض. اه، هو خده اولا من التنسيق وانا عايزه من غير تنسيق، فممكن اعمل كده اهو واقول له كلير، بس كلير الفورماتس بس مش الكونتنت، كويس، فشال التنسيق، تمام. آه، تاني حاجة ده كان 90، كويس. الرقم ده مش عاجبني، الارقام دي مش عاجبني، ممكن اخدها قط واظبطها في حتة تانية،
خدتها نقد، هروح حتة تانية هنا هو بعيد اظبطهم فيها، اظبطهم بمعنى ايه؟ بيست. تمام، هخلي كل رقم من الارقام ديت يتضرب في 100، يبقى يساوي ده هو في 100 في 10 مثلا، يبقى بدل ما الراجل اللي كنت هخليه يقبض يعني 90 جنيه، لا ده دلوقتي هيقبض ايه 900. تمام، الرجاله ديت هيبقى لها نفس الحكم على الراجل ده، فزي ما احنا عارفين القاعده بتاعتنا، نحاول نيجي على البتاع وبعدين نيجي هنا في الجنب نلاقي الراجل يتحول 100 100. اخد بقى ان الناس ديت قط احطها فين؟ في الاساسي. واعلم على الناس دي، اعلم على الصف ده كله واقول له ديليت. لو لاحظنا ان الصف ده هو مرتبط بالصف ده كويس، فايه اعمله ايه؟ كنترول ايه؟ كنترول زد. لو انا دلت دولت هتدلتوا، لان القيم دي مرتبطه بقيم دي. تمام ماشي، اللي هي ايه هنعمل. طيب انا بعد ما عملت الحكايه ديت مش عايز اظهر البتاع ده، في اوبشن اسمها كولم هايت، ان انا عامل حاجه معينه في البرنامج ومش عايزها تبان لي، يعني انا مش عايز اشوفها، اختفى في حرف اختفى من الاف والاتش لو واخد بالك، وعمل لي مكانه علامه كده خلاص، يبقى الراجل ده اختفى، يبقى انا بدل ما امسح